إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى حضرة الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. نبه الله تعالى بهذه الآية أهل الطريقة على أن رجاء الفلاح الحقيقي متوقف على أربعة أعمال من الدقائق: أحدها الإيمان المتأكد بالبرهان المتأيد بالمكاشفة والعيان الذي يخرج به العبد من أقسام الشرك والطغيان. الثاني التقوى بثلاثة أنواعها: الأدنى تجنب المؤمن للعصيان، والأوسط الذي هو تحفظ السالك عن النسيان، والأعلى الذي هو جعل العارف ربه في موارد الخير وقاية لنفسه، وجعل نفسه في موارد الشر وقاية لحضرة قدسه. والثالث ابتغاء الوسيلة بنوعيها: الأعم الذي هو تقديم الأعمال الحسنة وتقويم الأفعال المستحسنة، والأخص الذي هو اتخاذ الطالب لنفسه من الهدى الكمل خليلا ليهتدي به إلى أقرب الطرق من الله سبيلا. والرابع والجهاد بنوعين: الأصغر الذي هو محاربة أعداء الدين الخلق والدنيا والشيطان الذين يدعون الإنسان إلى مظان الخسران والخذلان والعصيان. والأكبر الذي هو مخالفة النفس في حب الشهوات بتزكيتها عن الأخلاق الذميمة وبتحليتها بالأوصاف السليمة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خير من أوتي الحكمة وفصل الخطاب، وعلى الآل والأصحاب والأولياء والأقطاب. رضي الله عن عبد القادر، رضي الله عن غوث الأعظم، رضي الله عن عبد القادر، رضي الله عن غوث الأعظم، رضي الله عن عبد القادر، رضي الله عن غوث الأعظم. سقاني الشوق كأسات الفناء فقلت بسكرتي فوق البقاء، سعت وأتت بإثري في شبابي، فهمت بعشقتي بين لوائي. إلهي يا إلهي يا إلهي، إلهي توبة قبل الممات. فقلت لفرقة الأقطاب قوموا بحالي وادخلوا بيت اللقاء، وفوزوا
واصلوا أنتم جنودي فباب الوصل يفتح بالدعاء إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي توبة قبل الممات أخذتم فضلتي من بعدي واجدي ولا نلتم مقامي والعطاء مقامكم الهدى ترى ولكن مقامي في التفوق والعلاء إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي توبة قبل الممات أنا في حضرة التوصيل فادي يقلبني وحسبي ذو السماء أنا العالي بعلو كل قطب ونستوفي الكمال من الأماء مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي شيخ محي الدين مرادي أتاني خلعة بطراز قربي وأكرمني بتيجان الوفاء وأشرفني على سل خافي وعززني بإعطاء الفناء مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي شيخ محي الدين مرادي وولاني على النواب طورا فأمدي نافذ في كل داء ولو أظهرت إشقي في بحار لكان الكل غورا في الفناء مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي شيخ محي الدين مرادي ولو ألهمت شوقي في جبال لمرت كسحاب على الهواء ولو ألقيت ذوقي فوق نار لخمدت واختفت حق الخفاء مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي شيخ محي الدين مرادي ولو أسمعت سري سمع ميتين لقام وصار حيا بالنداء وما منا سرائر والخفايا ترى بالقوم إلا برضائي مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي شيخ محي الدين مرادي وأخبرني بما يأتي ويجري وأعلمني العلوم وبالولاء مريدي عش ودم وفرع وغني وإسمي مدخل تحت اللواء مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي شيخ محي الدين مرادي
مريدي لا تخف ربي كريم هداني للوصول مع البهاء شموسي أشرقت علما وسفلا وأعلامي على رأس البناء مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي شيخ محي الدين مرادي جيوش الله جندي تحت حكمي ووقتي قصفى كل الصفاء رأيت إلى بلاد الله طرا بحكم الوصل خردلة الهواء مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي شيخ محي الدين مرادي وكل ولي له قلب وإني على قلب المحمد ذي الثناء واسمي اسم خير الأنبياء وأحوالي تؤثر في الحشاء مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي شيخ محي الدين مرادي إلهي سيدي صلي وسلم على طه وآل بالبلاء إلهي سيدي صلي وسلم على طه وآل بالولاء وأصحاب وتباع جميعا بما ضاءت نجوم في السماء مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي شيخ محي الدين مرادي إلهي فعفوا لأبي وأمي وأستاذي بحرمة ذي الثناء ومداها وصماعا وحلا رني المطعم دوما بالبقاء إلهي عبدك المسكين فارحم بغفران ذنوبي وبالفناء مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي شيخ محي الدين مرادي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نحن عبيدك الفقراء
وبحبال الأهواء أسرا. حضرنا في هذا المجلس العاطر وقرأنا بإذن صاحبه مناقب وليك عبد القادر. قدس الله سره العزيز وبجاهه لديك وبقربه إليك، وفقنا للاقتداء به وسائر الأولياء وامتثال المأمورات واجتناب المحظورات، واحفظ ظاهرنا عن الأثرات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا خير الدنيا وخير الآخرة، واصرف عنا شر الدنيا وشر الآخرة. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم حسن مرادنا ومراد من أوصانا يا محسن المرادات. اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات. اللهم ادفع بلياتنا يا دافع البليات. اللهم اشف مرضانا شفاء تاما عاجلا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وأملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وإيمانا كاملا وخلقا حسنا وعمرا في طاعتك طويلا وشفاء من كل داء. اللهم اجعل مثل ثواب ما قرأنا هدية منا إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى حضرة الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز، وإلى حضرة سائر الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين. اللهم زد لنا اللهم زد لهم شرفا على شرفهم، وفضلا على فضلهم، وكرامة على كراماتهم لديه. اللهم افض علينا وعلى أهالينا من بركاتهم وأسرارهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك طاعتك، واللهم أوصل مثل ثواب ما قرأناه من مولد الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني إلى حضرة من ماتوا منا من آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وسائر المؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم وعافهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران. اللهم اجعل آخر كلامنا عند الموت قول لا إله إلا الله، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارزقنا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة سائر الأولياء والصالحين. اللهم ارزقنا زيارة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا كل الخيرات يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين،
والحمد لله رب العالمين.